السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وبالف خير ان شاء الله. حبيبات ديالي، اليوم جيت درت معكم الكومبرا ديالي ديال هاد الشهر، يعني تقريبا كتفوت لي كان جو هكذاك او اكثر. شنو هذا؟ كومبرا خاصه بريجيم كيتو. اذا شنو خصنا ناكلو في الريجيم كيتو؟ خصنا نعرفو شنو ناكلو في الخضار، وشنو ناكلو في الاجبان، وشنو ناكلو في الزيوت، وشنو ناكلو في الفواكه الجافه. هادو كاملين خصنا نعرفو شنو ناكلو. اذا غادي نبدا لكم اول شيء من الفواكه الجافه. شنو هي الفواكه الجافه اللي كناكلو حنا او اللي مسموح بها في النظام الكيتو؟ اول شيء عندنا الرئيسي هو اللوز. اللوز سواء طحنيه هكذا او لا يكون بودره هكا اللي بغيتو، هذا يجوز في الكيتو. عندنا كذلك القرقاع، ما عرفتش كي كتقولوا له نتوما، المهم القرقاع، وعندنا الكاجو، وعندنا البندق، ثلاثه غنجبدهم لكم البنات. هادو كاملين جائزين في نظام الكيتو، وتاكلوا بكميه ماشي مبالغ فيها، يعني كسناك. اذا جوز الهند والبندق و هذا اش كتقولوا له نتوما، حنا كنقولوا كاجو. اذا هادو الفواكه الجافه اللي مسموح لنا ناكلوها في نظام الكيتو. وعندنا كذلك زريعه ديال نوار الشمس، انا كنطحنها ونديرها في نديرها في الخبز، وكنديرها في جميع الاكلات ديالي من الفوق، كنشريها خضراء، راقدوكم كي كندير نستعملها. اذا هذه كانت معايا، بغيت غير نوريها لكم الاخوات اللي باش ياخذوا فكره. اذا دابا وعندنا الكوك مطحون مبشور، اذا هذا بغيتي ديري منه الدقيق اولا ديري هكا اللي بغيتي. اذا هذا فيما يخص حبيباتي الفواكه الجافه والحبوب. اذا عندنا الاجبان، الاجبان غادي نمروا دابا الاجبان حبيباتي. دابا غادي نمروا الاجبان، شنو عندها في الاجبان؟ الاجبان غاكولي، انا كنستعمل هذا كان عندي يعني مستعمل بديته ديال الساندويتش. اذا كنستعمل الكغيير الاحمر، كنستعمله مبشور كذلك في الاكل، كنستعمل جبن جبلي، كنستعمله كنستعمل الجبناتي هذه للدهن، كنستعملها في الصباح. هيا الحبيبات شوفوا مزيان ماذا استعمل اخر في الاجبان. كنستعمل لافاش كيري سواء لايت او عاديه، كنستعملهم انا كنموت على لافاش كيري، وخاصه هذه لايت ما عرفتش علاش كنستعملها بزاف. وكنستعمل الفته في لاصالات ديالي، وكنستعمل مصدام، كنستعمل مصدام البنات، كنشريه دي ترونش، وكنبقى نستعمل بالترونشات في الاكل ديالي. وكنستعمل لا موتزاريلا خصها تكون بكثره، لا موتزاريلا خصها تكون بكثره البنات. نوريها لكم هنا مكتوبه لا مارك ديال لا موتزاريلا، هذه جيده جدا ورخيصه، يعني ماشي غاليه وهائله، كتعجبني المذاق ديالها رائع جدا. انا الشيدر البنات ما كنستعملوش، والزبده البلديه، الزبده الطبيعيه يعني ماشي المهدرجه. والاجبان البنات انا كنشري الاجبان بزاف، هذا غودا حار، يعني يعني بيكون بالفلفل الحار، كيعجبني المذاق ديالو حتى هو كنشريه. وهذا كذلك البنات ايمونطال، كنشري ايمونطال، جبنه ايمونطال حتى هو زوين، ما كيكونش مجهد بزاف. اذا هادو هما فيما يخص الاجبان. نمشيو للقشده، انا كنستعمل القشده سواء هذه او لا هذه او لا هادو، هادو دائما كيكونوا عندي في الثلاجه كنديرهم في الاكل. وهادو حتى هما هادو زوينين بزاف، صغيورين كيقدوك في الوجبه، يعني ما كتضيعيش، ماشي بحال الاخرين ديال القبصه.
وعندي البنات بالضروره بالضروره خصنا الزيوت، زيت الكوك ضروري تكون عندنا ضروري ومن المؤكد لانها غنيه بالدهون. وعندي حليب جوز الهند البنات، كنشري هذا وكنشري واحد ازرق، كنشري واحد ازرق البنات، هذا كنشري هذا اولا هذا، يعني بجوجهم مزيانين، هذا شويه قاصح خاطر وهذا جاري خفيف القهوه. اذا حبيباتي غادي نكملوا، قلت لكم ضروري خصنا زيت الكوك وحليب الكوك يكون متوفر. نمشيو دابا الانواع ديال الشوكولات. انا البنات ديجا درت معكم هذا سينا سكر، ما فيش السكر، خالي من السكر، اولا ندير هذا 85% كاكاو يعني كيكون مزيان هذا فيما يخص، اولا كاكاو بودره. البنات انا كنشري كاكاو بودره وكنستعملوه في القراعي وكنبقى نستعملوه حتى كنساليه، يعني بودره خالي من السكر. وكنستعمل البنات كيف قلت لكم سكر ستيفيا ضروري، اولا هذه بحال ستيفيا تروفيا، اما هادو دي ساشي البنات، هادو دي ساشي البنات، اولا نوريكم راه عندي انواع ديال الستيفيا، عندي ستيفيا قطرات وعندي ستيفيا هذه اللي كندير بها الحلويات اللي ديجا درت معكم مجموعه ديال الاكلات بها، وعندي ستيفيا هذه اللي كندير حتى هي قطرات البنات. ستيفيا راه جد رائعه، وحيت ما كنلقى ستيفيا كنشري هذه تروفيا حتى هي من نبته ستيفيا، حتى هي من نبته ستيفيا، كدير 35.50 درهم باش كنشريها، يمكن نتوما تكون عندكم رخيصه في المدن اللي راكم فيها. اذا هذا فيما يخص السكر التحليه، وما تكثروش منه البنات، من الافضل ما تستعملوش دائما، فهمتوا؟ كنستعمل البنات الديك الرومي، صدر الديك الرومي المدخن والفخاد، هادو كيعجبني نديرهم مع البيض، والبيض بالدرجه الاولى راه داخل في الكيتو، وتا هادو داخلين في الكيتو، ما كنكثرش منهم يعني، حيت راكو عارفين هادو ما كنبغيهمش بزاف. وعندي الزبده بلديه، الزبده بلديه ديال التعاونيه، هادي مزيانه بحال هذيك اللي وريتكم، حتى هي يعني اصدر حيواني ماشي مهدرجه. معنا الزيتون في الكيتو، الزيتون الاخضر، وانا كناخذ حتى الزيتون الاسود لان كنموت انا على شي حاجه كيقولوا لها الزيتون. والشاي البنات، الشاي انا عندي جميع انواع ديال الشاي، بجميع انواع ديال الشاي غادي نوريهم لكم البنات، باش اللي عجبها تمشي تشريه. مثلا عندنا هذا الشاي الاخضر بزعتره وشعره، كنشريها البنات وكنديرهم في هذا القراعي. وعندي هنا وكنكتب اللافته باش كنعرف التيكيته، باش كنعرف ان النوع ديال الشاي باش نشربو، الشاي الاخضر بالنعناع يعني النعناع يابس. وعندي شاي اخضر بالفواكه الجافه، وفيها واحد لي ساشي راه تسالاو ليا ديال قريب تسالاو لي درتهم هنا، كنشريهم فيهم هذا الزنجبيل والقرنفل وبزاف مجموعه ديال المنكهات، رائع جدا البنات، هادو ضروري خصني نشربهم. وعندي الشاي بالياسمين حتى هو كنستعملوه البنات، والاعشاب خصكم ضروري تنكهوا الشاي ديالكم باش تقدوا تشربوه ما يطلع لكم شي في الراس. والقهوه خصني ضروري البنات تكون بدون سكر غير بالزيوت. وعندي هذا البنات الياسمين، شوفوا فيه مجموعه ديال المنكهات، راه كنشري الشاي وكنديروا على، شوفوا باش نعطيكم فكره، القراعي فاش كنخوي فيهم كندير التيكيته ديالهم، كنقطعها من ديك الباكيته وكنلصقها باش كنعقل على شنو النوع ديال الشاي بحيث نبغي نشربو ونجبدو كيكون عندي واجد. اذا هذا فيه مجموعه ديال النكهات وناتورال، ناتورال البنات، رائع جدا، في واحد الريحه ما نقول لكم شي كي دايره ديال الزهر. اذا انا من عشاق ديال الشاي والقهوه، كيقتلوني الشاي والقهوه. والقهوه راني وريتها لكم البنات، عندي كبسوله وعندي الاخرى، يعني استعملي اللي عندك. نمر الان، وكنستعمل هذا السبع، هذا عادي كيحمقني البنات، اولا واحد النوع ديال 411 كيجيبها لي خايم من الخارج، كنموت عليه، كيجيبها من هولندا كنحمق عليه. اذا هذا فيما يخص الشاي والمشروبات، انا تقريبا عطيتكم كل شيء بدون سكر البنات، ولا ما قديتوش تشربوا بدون سكر ديروا داك السكر ستيفيا معاه، الى هنا رحنا متفاهمين. ياكو غادي نمروا للخضار الحبايب ديالي، الخضار ارى برع، كلشي عندنا
الا بعض الخضر اللي عندنا ممنوعه. اذا اول حاجه هاد شي خضر شريتها اليوم. اول حاجه البسباس، هذا كيمشي معنا في الكيتو. الباذنجان كيمشي معنا في الكيتو. السيترون كيمشي معنا في الكيتو. الفلفل الاصفر والاحمر والاخضر كيمشي معنا في الكيتو. الخيار كيمشي معنا في الكيتو. الطماطم كتمشي معنا في الكيتو ولكن بنسبه قليله جدا. اوه الكروم الاخضر والاحمر كيمشيو معنا في الكيتو، رائعين جدا البنات، رائعين جدا. القرع الاخضر كيمشي معنا في الكيتو، شنو بقيت ما وريتكمش. البصل كيمشي معنا، الثوم كيمشي معنا، البويرو كيمشي معنا في الكيتو. الشامبينيون يمكن لك تجيبيه اخضر اولا تجيبيه كونجلي، انا كنشريها البنات كونجلي وكنخبعو في الكونجيلاتور. وبعض المرات كنكون مزروبه كنكون مثلا مشيت طري كنستعمل الشامبينيون طري ماشي مشكل. والخص كيمشي في الكيتو بالدرجه الاولى، بحال اللي ما كتاكلي والو. الخص والورقيات كلهم 0% يعني ما بحال ما كليتي والو، غير كولي مع راساتك تتشبعي كرشك. انا بيوم كندير التحيه ونقول لكم الصراحه. اللوبيا الخضراء، اللوبيا الخضراء البنات كتمشي في الكيتو، حتى هي كتمشي في الكيتو. اذا هادو هما المشتريات ديالي نتاع اليوم اللي غادي يدوزوا لي خير ربي ديال الوقت. بشويه بشويه الانسان كياكل بشويه بشويه. الجزر بنسبه قليله جدا انا ما كنشريش نهائيا، والبطاطس ما كنشريهمش نهائيا. البصل عندي والثوم عندي، وشنو باقي اخر ما قلت لكمش. المهم هادو كاملين اللي تفكرتهم انا البنات قلتهم لكم، ونهار يكون شي فيديو اخر ديال الاكل غادي نقول لكم الا نسيت شي حاجه غادي نقولها لكم مره اخرى. جبتها ولا هكذا شريتها غادي نوريها لكم ضروري، ما نخبي عليكم حتى حاجه. الى هنا الحبيبات ديالي، نخليكم في امان الله. وقبل ما نمشي كنشكر كل الاخوات اللي دخلوا معنا جداد، كنشكرهم الف 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 شكر، دائما كنقولها وكنشد على يدهم هكذا وكنقول لهم الف مرحبا بكم عندي، والف مرحبا ومرحبا والف مرحبا بيا عندكم. طبيعه الحال داكشي متبادل، من طبيعه الحال خصنا نساعدوا بعضياتنا. الحبيبات ديالي النعناع تا هو دايز معنا في الكيتو نسيتو، والقزبر المعدنوس دايزين في الكيتو خاص، والكرافس الكرافس رائعه البنات اللي حنا ما عندناش، يعني تلقاي الكرافس داك الجذور الغلاضين حنا ما عندناش، دونك نديرو غير الكرافس اللي عندنا متواجد. والفخاز، الفخاز انا كنشري دابا حاليا غير الكونجلي هو اللي كنشريه البنات، ضروري يكون في عندك في الثلاجه دائما، فوق ما تبغي شي عصير خدي الفخاز وديريه غير بالماء بلا ما الضروره ديريه مع شي حاجه اخرى. كيجي هائل بزاف البنات، كيجي هائل. وانا غنوريكم واحد الكلاص كنديرو بالقشده الطريه وبالفخاز، كنهز 4 ديال الحبات ديال الفريسه اولا 3 متوسطين ولا 4 صغارين، وكنخوي عليهم القشده الطريه وكندير لهم البغا، كيولي كريمي كيولي كلاص. دابا ندير لكم، غادي ندير الفيديو المقبل الكراتان ديال البسباس، غادي نوريه لكم حبيباتي بغات تاكلوه معايا ان شاء الله وبحوله. الفيديو المقبل غادي يكون الكراتان مع الشامبينيون والكرات بالقشده الطريه والموتزاريلا في الفرن. اذا شهيه طيبه، استناو عندكم تفلتوا هذا الفيديو راه جد مهم وبنين. يلا حبيباتي ما نطولش عليكم بزاف، خليتكم في امان الله، قبله كبيره لكم كاملين بدون استثناء. يلا حبيباتي مع السلامه.